ومن دعم الحركات الإرهابية إلى التدخل في شؤون الآخرين وصولا إلى دفع الرشا للحصول على استضافة مونديال كرة القدم. حلقات من مسلسل فضائح قطرية يبدو أنها لن تتوقف قريبا عند هذا الحد، كما يبدو أن الحلقة الأخيرة والتي كشف عنها عبر عمليات فساد ورشوة تضع استضافة قطر لمونديال 2022 في مهب الريح. قطر لم يدر من قام بتمثيل هذا المشهد أمام شاشات التلفاز من العائلة القطرية الحاكمة لحظة إعلان فوز إمارتهم الصغيرة بتنظيم مونديال 2022 لكرة القدم أن يأتي اليوم الذي يتم الإفصاح فيه عن الكواليس المظلمة التي حيكت فيها الخطط لخروجها بهذا الشكل دون وجه حق. رغم الشبهات والتأويلات العديدة التي حامت حول سر اختيار الفيفا لقطر نهاية عام 2010، فإن الكشف عن الحقائق استغرق ما يزيد على 6 سنوات ونصف السنة. انطلقت الشرارة من صحيفة بيلد الألمانية عبر نشر فصول مسربة من تقرير مطول حول شبهات اختيار الدول المنظمة لمونديالي روسيا وقطر، أعده كبير المحققين السابق في لجنة القيم بالفيفا في عام 2014 مايكل غارسيا. ما أعتقد أننا بحاجة إليه في هذه المرحلة هو زيادة الشفافية داخل هذه العملية مع الاستمرار في حماية حقوق جميع الأطراف والشفافية في التهم والقرارات وأساس القرارات والوقائع، وينبغي أن تطبق هذه القواعد دون النظر إلى عوامل الفوز أو الخسارة. التسريبات التي نشرتها الصحيفة تظهر قبول 3 من أعضاء الفيفا دعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم إلى حفل خاص في ريو دي جانيرو قبل التصويت على استضافة المونديال. وبعد التصويت يشير التقرير إلى معلومات عن تحويل مليوني دولار من مصدر مجهول إلى حساب ابنة أحد أعضاء الفيفا. الصحيفة توضح أيضا من خلال التقرير كيف تورطت أكاديمية سباير بقطر في التلاعب بأعضاء الفيفا. نشر الصحيفة الألمانية لأجزاء من التقرير دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لنشر تقرير مايكل غارسيا الكامل بشأن شبهات الفساد التي حامت حول فوز قطر باستضافة مونديال 2022، ووضع الفيفا رابطا خاصا بالتقرير على موقعه على الانترنت قائلا إن قراره جاء عقب التسريب غير القانوني على حد وصفه. ويبدو أن كرة الثلج التي أطاحت برأس الفيفا والرجل القوي على مدار عقود سابقة جوزيف بلاتر ومن حوله لن تتوقف قبل أن تعيد الأمور لنصابها وتطيح بقراراته التي سيرتها الرشا القطرية.